واحد السلام ومرحبا بكم في فيديو جديد مشاهدين ديال قناة كايجي 700 ام. اولا كنبغي نقول في هذا الفيديو بان ما كنعطي حتى شي استشارة قانونية ولا كنشجع شي واحد انه يدير اي حاجة اي شي حاجة. كذلك انا ما ملمش بزاف بالقانون المغربي، ولكن اليوم غادي ندوي على واحد الظاهرة اللي كتشكل برأيي الشخصي وباينه حتى في المقالات اللي قريت الى اخره، كتشكل ثغره قانونيه، يعني كتطلب واحد الاجتهاد كبير، اجتهاد قضائي كبير. وما كندويش غير على المغرب بوحدو ولا اي دوله، ولكن في العالم هاد الظاهره هذه ولات جديده، و انا كنتوقع انها غدا وكتكثر. ف هاد الظاهره هذه شنو هي؟ هي ديال الاطفال القتله او الاطفال القتلة المتسلسلين. الاطفال القتلة دابا ملي كنقولوا الطفل، ف ستيريوتايب او لا الصوره النمطيه على ان الطفل دائما بريء. ولكن كما قلت لكم في هذاك الفيديو ديال واحد الفيديو اللي كنت ساعدت فيه، يعني واحد الاستاذ ديال الفيزياء واللي راه شكرني بعدا بين قوسين خرج هذا الموضوع، كان جا عندي من مورا داك الفيديو واحد الشخص غير معروف يعني في فيسبوك، جا عندي قال لي شكرا جزيلا من دون مقدمات وكل شيء، صيفط لي في ميسنجر. قلت ليه السلام، ماشي مشكل، ولكن شكون انت؟ قال لي ثاني شكرا. قلت ليه واش انت؟ يعني انت هو داك الاستاذ ديال الفيزياء؟ غير قلتها ليه هو يجاوب. بعدا كان مخلي لي فيو، كان مخلي لي فيو على شكون انت المره الثانيه. ف اون فوا قلت ليه، اون فوا قلت ليه يعني واش انت هو داك الاستاذ ديال الفيزياء اللي دويت عليه في الفيديو، وهو يجاوب في البلاصه ويقول لي ميساج غلط. اولا كون كنت مثلا في التليفون ابل ابل زعما اوديو تليفون ابل تليفوني، ديك الساعه نقول هاني النيميرو غلط. اما باش تجي فيسبوك، فيسبوك ديالي من بين ملايين ديال الفيسبوكات وتصيفط لي شكرا ماشي مره جوج من بعد تقول لي ميساج غلط، لايك صافي عرفت كنت هو داك الاستاذ، تحياتي ليك. عاد في البروفايل يعني في واحد الجامعه كاتب واحد الجامعه برباط فين كان كيقرا، ما كاتبش التخصص بالضبط اللي عنده في البروفايل، ولكن ملي مشيت تقلبت على ديك الجامعه لقيتها كتقاري كذلك السيت ديال الفيزياء. ما عليناش، ففي هذاك الفيديو كنت كنقول لكم ديزني لاند، فالرؤيه ديال ديزني لاند هو ان الاطفال ابرياء، ولكن في الحقيقه الاطفال هما ابرياء ولكن المعظم ديالهم فهم اشرار. سمحوا لي نقول لكم هذه هي الحقيقه، الحقيقه شي شويه خايبه وشي شويه مره، ولكن كنحيدكم من الرؤيه ديال انكم تشوفوا لا في اون روز ان الاطفال كاملين ابرياء من دون استثناء. هذا بطبيعه الحال خطا. فاليوم غادي نجيب لكم بعدا اولا علاش درت هذا الفيديو، شنو اللي انسبيراني باش نكتشف هذه الظاهره هذه اللي هي واحد الطفل في عمره غالبا قل من 11 عام، اوكي في عمره 11 عام يعني في بيت الرابع، بيت الرابع شد الاستاذه ديالو يعني ما كيحملهاش. وانا كنقولها لكم بتجربتي الشخصيه من دون استثناء، الاغلبيه صح 90% ديال المعلمين اللي قراوني في الابتدائي اكنوا لهم الضغينه والعداء. انا مازال عاقل واحد النهار ما تنساش ليا واحد الاستاذ العربيه بين قوسين، حتى شي واحد ما عرف يعرب اي واحد الكلمه، واحد الكلمه من واحد الجمله اعراب. فبقات كتنوضنا يعني بالترتيب بالترتيب، يعني واش انت عرفتي لا دوز تاكل العصا تيو سي فريمون ساديستيك، نوضات كلشي وحتى واحد ما عرف وكلشي كلا العصا، واش هاكو كتوصل المعلومه؟ لا، فهناك اجرام، هناك اجرام في حق الطفل صحيح في ابتدائيات، وخاصة في ابتدائيات في واحد الوقت، وخاصة في ابتدائيات اللي هما بيبليك في لي زيكول بيبليك ماشي اللي تيخلصوا الفلوس. المهم انا سمعت ولاو كيضربوا التلاميذ اللي كيخلصوا الفلوس دراري الصغار، ولكن ما عرفتش كيفاش كتخلص الفلوس على ولدك الصغير وكتغلي ياكل عصا، ما عرفتش المسألة. المهم بين قوسين، فهاد التلميذ الجزائري قل من 11 عام في بيت الرابع جات واحد ضغينة على الاستاذه ديالو، غالبا الاستاذه العربيه، الاستاذه العربيه نفس الاكسبيريونس ديالي. ف شنو مشى دار؟ سبق الاصرار والترصد، جاب معاه موس، جاب معاه موس وبغى يطعن
الاستاذه ديالو غالبا ضربها في الدار، مهم ضربها بواحد البلاصه اللي هي كريتيكال، اللي هي كتستدعي انها تمشي المستعجلات، سينو غادي تبقى تنزف تتموت صافي. فجات المستعجلات، فدري صغير دابا عنده حبس مؤقت بجناح الاحداث، يعني الدراري الصغار الاصلاحيه ديال الدراري الصغار، ولكن حبس يعني مؤقت لانه شيء ما صغير، فهذه محاوله القتل. فغالبا غادي يستافد من واحد التخفيف بانه غادي يقولوا راه مازال دري صغير. ما عليناش، هذه هي اللي انسبيراتني انني نبدا نقلب على واحد شويه على هذا الشيء واحد شويه. فتخيلوا معايا في نفس الشهر ديال يناير، يعني في نفس الشهر ديال يناير، سير دابا الميريكان، ميريكان ثاني، واحد الطفل هذه المره ماشي في بيت رابع وانما في بيت الاول، بيت الاول، بيت الاول، ما كيحملش واحد الاستاذه ديالو، ما كيحملهاش. فهو غالبا ما هو اصلا دري عنيف، واحد المره قال ليها غادي نحرقك، والطفل ملي كيبدا يدوي على الحرق او لا كيدوي على الحريق او انه عنده واحد تندنسي او لا عنده واحد رغبه في انه يشعل العافيه، فهذاك مؤشر انه غادي يولي من بعد، قد يولي من بعد الا ما ترباش مزيان الى اخره، يولي سايكوبات. هذه حاجه باينه. فحتى في الطب ديال الغرب، ديال الطب النفسي في الغرب، الطفل كيبغيو يعرفوا واش عنده ميولات انه يولي من بعد سايكوباتي ولا لا، كيعطيوه الدومه وكيشوفوا شنو غيدير بهذاك الدميه. فالاطفال اللي هما غالبا عندهم تندنسيس انهم يوليو سايكوباتيين، فكيشوهوا هذيك الدميه اولا كيحاولوا يحرقوها. فبحال هكا كان قال الاستاذ ديالو انا بغيت نحرقك، انا بغيت نحرقك. فهادشي بيت الاول وميريكان والتربيه وداك الشيء، فغالبا خلاتها دوز. اما كون قالت لكم، كون قلت انا تيوا على ولد الابتدائي كان عندي واحد بن حمد وقاصه ونجدو واحد، ونجدو واحد العمود ضربني من الراس. المهم فالعنف لا يشجع العنف، انا غير بين قوسين كنضحك معكم. فشنو مشى دار هاد الوليد؟ كنت نقول ليه السيد شتي واش ديك الفعل الخطير ديك، كنت نقول ليه السيد هو وليد في عمره 6 سنين كيقرا في ابتدائي. شنو مشى دار؟ مشى هز واحد الفردي غلوك، يعني غلوك ما عرفتش كيفاش داير هاد غلوك، نشوف. المهم جوجل ايماج ما حدايا دابا. المهم شد هاد غلوك خشى في الحقيبه ديالو، وتخيلوا معايا شكيكيره، هز شكيكيره فيها فردي عامر، فردي عامر لودد كان مستعد يورك عليه. ف خلات البنت هذيك الاستاذه حتى ولات على القف، حتى ولات في شوند فيز، شوند فيزيون كما نقولوا. ف شنو مشى دار؟ هز هذاك الفردي هو يبغي يتير فيها، فعلا تيرا هذيك الاستاذه بلوكات بيديها، تخشات القرطاسه هنا، وهي الحسن الحظ ضربتها هنا، الحسن الحظ ضربتها هنا، ما ضربتهاش في الراس او لا في القلب او لا في الفم المعده، كون صيفتها صافي، كون صيفتها صيفتها ما كاينش. دابا الدري ما عارفينش كيفاش غادي يحكموا عليه. فهنا كيقول يعني بلي القانون كيقولوا بلي الا بغاو يحاكموه في سجل الاحداث خصو يكون على الاقل في عمره 11 سنه، اما 6 سنين كيديروا معاه كيفاش غيخشيو في سجل الاحداث؟ ما يمكنش. زائد انهم كيبغيو دابا باغيين يلقاو اللوم على الاباء، ولكن واخا الاباء يعني حاطين الفردي الى اخره، فهاد الدري على ما كيعاودوا مشى طلع في واحد الكرسي، مشى للبلاكار باش يجبد هذاك الفردي اللي كان مخبي تما. فما عليناش، المسؤوليه غير تمشي للاباء، ولكن حتى الطفل الصغير كانت عنده نيه ديال القتل ديال الاستاذه ديالو، زائد انه بقى مخبي داكشي في الشكاره وتسناها تبانش وتيرا عليها. فهادشي كنقول واقيلا ترى غير في يناير، ترى في الجزائر، ترى في ميريكان. فواش هادشي يعني واش كاينين اطفال اشرار كما نقولوا؟ فاكتشفت واحد قاتل متسلسل، اصغر قاتل متسلسل هندي سميتو امرجيت سادة، امرجيت سادة. فهاد امرجيت سادة في عمر 8 اوكي، في عمر 8
2006 اول مره يعني غادي يقتل في عمر 8 ديالو واحد ولد يعني ولد خالته اللي في عمره 6 سنين يعني. ومن بعد ثاني غادي يقتل البنت خال حتى هي هادشي يعني في عمره 6 سنين في 8 سنين 2006 هو تزاد في 98 في 2006 يعني في عمره 8 سنين. سمعوا معايا اش دار؟ قتل ولد خالته من بعد قتل بنت خالو اغاس زائد انه قتل الطفله رضيعه اختو يعني اختو تزاد بيبي. هادشي بعدا ملي قتل ولد خالو يعني ولد خالته زائد بنت خالو ملي قتلهم هما بجوج فوالديه ساقوا الخبر وخباو هاد القضيه هادي قالوا نخليوها سير ربما الدري مازال صغير ما عارفش شتي كيفاش. فهاد امرجيت ساده زادت عنده اختو الصغيره بيبي كان في عمرها في هذيك الوقيته 8 شهور 8 اشهر فقتلها حتى هي و يعني ولا اصغر قاتل متسلسل في الهند اللي قتل ثلاثه وهو في عمره 8 سنين. فكي دايروا حاكموه في الهند ما حاكموهش اصلا شو مشاو دايروا مشاو حطوه في تشيلدرنز هوم في منزل الاطفال. منزل الاطفال يعني بحال نقولوا خيريه حطوه في الخيريه حتى 2016 يعني من 2008 الى ما خفت نكذب من 2006 حتى 2006 حتى 2016 يعني 10 سنين زائد كانت في عمره شحال 8 سنين يعني حتى 18 عام بقى في الخيريه يعني اي واحد مسخن لعن فهو كيحطوه في الخيريه هو قاتل ثلاثه زائد في الخيريه حتى دار 18 عام ولا بالغ وديك الساعه خرج. ودابا الى حد الان حتى شي واحد ما عارف فين هو ولكن الناس ملي هضروا معاه والبوليس ملي جاوا عنده فلقاو كيضحك هو فرحان ما عارفش اشنو هو الصواب وشنو هو الخطا ولكن هو عارف بان داك شنو دار شنو هذاك الشيء اللي دار واحد الدليل علاش ان اماجيت سادا كان عارف شنو دار هو انه حاول واحد الجوته حاول انه يدفنها ماشي اكتفى فقط بالقتل. هذا الطفل اللي في عمره 8 سنين ما اكتفاش فقط بالقتل ولكن حاول انه يخفي يعني الجريمه اصلا. فهادو الثلاثه غير اللي معروفين نتمنى يكونوا خديت بصح الثلاثه واماجيت سادا فهو غادي دابا زائد انه على ما سمعت هاد القضيه ما حققتش فيها ما قلبتش فيها مزيان. فواحد يعني واحد الطفل كان طفل شحال هادي طفل سابقا فكان قتل ملي كان صغير حاول يقتل ماشي قتل كان دار محاولات قتل فهو دوز واحد المده وملي كبر عاوتاني بدا في واحد السجل اجرامي اخر على 19 عام الى اخره فبدا هوم انفيجن يعني بدا بالسرقه ديال الديور انه كيدخل الديور كيبغي يسرقهم. فغالبا اي شخص اللي وقتل على في سن الطفوله ديالو واللي ما تحاكمش هو اوتوماتيكي كيولي مجرم. فاللي كنبغي نقول مثلا الاباء اللي مثلا طاحوا في هذه السيتوياسيون هذه هو انك خصك تابوندوني هذاك المشروع ديال هذاك الطفل ما تستثمرش في هذاك الطفل اطلاقا بحال الوالدين الجزائريين. وغالبا تقدر في المستقبل من هنا 11 سنين ان ترى نفس الحاله في المغرب عندنا شي طفل صغير انه حاول يقتل استاذ ولا استاذه ولا والدي ولا شي حاجه طفل صغير ما في عمره 6 سنين 8 سنين في المغرب يقدر يوقع هادشي يقدر يوقع. فكاباء يعني شنو خصهم يديروا؟ ما خصهم يابوندونيو هاد الطفل اطلاقا صافي غسل يدك عليه عاود طفل اخر بريتند انه ما عمره ما كان حيد من الحاله المدنيه حيتاش انا في رايي الشخصي انه غادي يعذبك مزيان يعني غادي يكبر مجرم يعني صافي هادشي اللي كاين يعني. فحنا عقلنا غالبا كيقول لا الطفل ملي كيدير شي حاجه خايبه ربما غلط ربما ما عارفش. لا هادو واخا اطفال عارفين واخا ثقوا بي واخا اطفال عارفين سبق الاصرار والتصد يعني كاين شي وحدين من الخيمه خارجين عوجين يعني فهمتي من الخيمه خارج عوج
بحال كنت فاهم الفيديو اللي الغرض من هذا الفيديو على جنريسي هو اننا نحيدوا من الدين ديالنا ان الاطفال كاملين ابرياء. راه كاين واحد البلاصه فريديت مثلا r/subreddit يعني فيه مجموعه الفيديوهات kids are evil الاطفال اشرار، فماشي زعما الاطفال فهما اخيار، فهمتوني هادشي اللي بغيت نقول. صافي هادشي هو الفيديو، فنتمنى يكون عجبكم. ما تنساوش ديروا لايك انكم ديروا سبسكرايب الى عرفتوا هاد المعلومات اول مره، ونتلاقاو في فيديو جديد. peace.